هو الغرض ديال اليهود هما خاصهم إبادة للشعب الفلسطيني. حنا كيضربوا الصاروخ الاولاد الصغار الاطفال 5 سنين ما تطلع من فوق وكيجروا فين ضرب الصاروخ كيشوف الطياره فين الطياره كتضرب. ما عندهمش الخوف، حاجه اسمها خوف ما عندهمش الخوف. واحد بغى يسرق لك لدارك كتعطيها له؟ قالت لي لا. قلت له احنا زي هكا، كنقول اتمنى نكون معهم حتى اللي يطرى عليهم يطرى عليا مش مشكل، المهم كون جنبهم في الوقت هذا. السلام عليكم ورحمه الله، انا ايناس ام ميمونه، انا من قطاع غزه من المنطقة الوسطى. كنعيش هنا في المغرب تقريبا 11 عام. أنا لي فترة يعني التواصل مع عائلتي، يعني هم كيشارجوا التليفون في بطارية السيارة، يعني لما كيشارجوا يعني جملة واحدة، إحنا كويسين ادعوا لنا إحنا تحت رحمة الله. فنتواصل معي مع أختي، يعني كان التواصل هذا معها أوديو مبارح. لكن والله الوضع صعب، ولا بنطلع صعب جدا 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 فوق ما تتخيلي. بس اقول لك احنا من قبل اول ما بدات المصيبه هذه حب جبنا اكلنا وشربنا وكل حال، لكن والله الوضع صعب، ولا بنطلع ولا بنروح ولا بنجد، قاعدين تحت رحمه ربنا. يعني انا هي بتقول احنا يعني الاكل يعني مفكروش احنا، انا عشت حرب 2008، عارفه شنو يعني معنى حرب. صح الحرب هذه قاسيه على 2008، بس واحد فات حرب عارف ايش يعني حرب وايش كيف الاوضاع هناك. يعني ما كتحسيش، ما خصكش تاكلي وتشربي، خصك لحظه تعيشي لحظه الامان. يعني كان الليل ما خصك تنعس، ما تقدرش تنعس، كتستني وقتاش الصاروخ ينزل عليك. يعني انا حاسه بالاوضاع اللي في غزه وحاسه بالوضع الكارثي اللي عندهم وهكا، وكنتمنى من ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب، ونحتسب الشهداء اللي ماتوا شهداء عند الله، يعني يتقبلهم شهداء ان شاء الله. بالنسبه للحادثه ديال المستشفى، الحادثه المستشفى هو المستشفى المعمداني، مستشفى معروف في قطاع غزه، مستشفى قديم وكان تقريبا بنته بريطانيا، هو يعني اغلبه في مسيحيين يعني ديانته مسيحيه، وكان يعني كان يضم الجرحى والناس اللي هربت من الحدود، يعني كتحتمي في ساحة المستشفى. هما كان انا كنت كنتفرج بث مباشر، لان انا كنت تابع البث المباشر هذا، شفت يعني القصف على المستشفى المعمداني. يعني نقول لك بصراحه انا تألمت، ولدابة يعني بتألم، يعني الاطفال كلهم اغلبهم اطفال نساء واشلاء مقطعه، يعني تألمت على صوره الاب اللي حاطط اولاده في ميكا، جمع لحمهم في ميكا. يعني شوف يعني انت كتشوفي الدم ما تقدريش، شوفي ما بالك كيلم اجزاء ولده في ميكا وفي كيس وحطهم في كيس ومسكهم في يده في كيس. يعني الاجنة في الرحم ديال امهم كمان كيخرجوا على الحياه ميتين، يعني بصواريخ اليهود. يعني الوضع يعني مأساوي. يعني انا اهلي كلهم كاملين، اعمامي اخوالي اخواتاتي الاولاد اخواتي البنات اولاد اخويا، كلهم عائلتي كامله هناك، كاملين هناك. يعني انا كل يوم يعني لو غفيت عيني في الليل بمسك التليفون كل قدر الله نسمعهم خبر استشهاد حد فيهم. يعني انا شوفي هم يعني زيهم زي اي الناس، زي الناس اللي في غزه، يعني اللي ما حدش احسن من حد، لكن هو الوضع صعب والامر صعب، وانت عايشه برا وعائلتك كلها جوا، وانت كنت يعني سندك، هم اللي سند لك هنا في المغرب. شحال انت هنا في المغرب؟ 11 عام. كيف جيت المغرب؟ انا تزوجت وجيت هنا المغرب بعد ما تزوجت وعشت هنا في المغرب. يعني حاصل على الجنسيه؟ الحمد لله حصلت على الجنسيه المغربيه بالظاهر الشريف الملكي. سيدنا أعطاني بصفة استثنائية ورفع كفة القيود عني، ويعني أنا عاجزة عن كل كلمات الشكر، كل كلمات الاحترام لسيدنا يعني منحني هدية. كيف شفتي التضامن ديال المغرب؟ التضامن ديال المغرب والله العظيم أنا شعرت بفخر إني أنا في نص الناس هذه، نص الناس اللي خرجت في الشوارع وتضامنت مع الشعب الفلسطيني. والله شعرت إن في ناس وفي إنسانية وفي عروبة بيننا، وان احنا الشعوب يعني ما فيش فرق بيننا، احنا ربطتنا كلمه العروبه، احنا عرب بحال بحال، مسلمين بحال بحال.
شنو في رايك نقدروا نعملوا اكثر مثلا؟ هي المظاهرات هذه وانك تعبر عن شعورك انك متضامنه مع الشعب الفلسطيني وتدعي لهم هي يعني بيدهم دابا يعني الايمان هو يدعو لهم يعني اضعف الايمان من هو هذا انهم يدعوا لهم وهذا ما فيش بيدهم حاجه هذا هو البيت كيعيشوا لا ضوء ولا ماء لا كهرباء لا غذاء حتى بيوصلهم ما كيخرجوش من الدار اصلا الدار ما كيخرجوش انا كنحس انا ما تقولش انا احساس ما ربنا اللي عالم فيه انا جالسه كاني جالسه يعني في جمر نار يعني انا يعني حتى من نفسيتي العامه يعني بناتي بتاثر بحاول ما بينش قدامهم لكن هما بتاثروا كيشوفوني كنتبع الاخبار كنبكي كنتوتر كنسمعهم قصفوا في المكان الفلاني حدا خواتاتي هذا صعب الامر صعب يعني هو صعب في بيت واحد ولا هم الناس اللي نزحت من الشمال لمناطق الوسطى ومناطق الجنوب هم يعني اخواتي خلوا الدار للناس يعني 7 عائلات معهم في الدار 7 عائلات بولادهم بأحفادهم هكا وجالسين معهم في الدار كي يعني الناس كتتكافل في تكافل اجتماعي بينهم وبين يعني بعضياتهم يعني القصف هذو اللي معهم في الدار مش وهم خافوا نزحوا لأن القصف عندهم في ديورهم مشت وهم هربوا يعني هربوا في المنطقة الوسطى على أساس أنهم يشو الأمان شوية لكن مفيش كل الأماكن مستهدفة أنا والله كنتمنى يا رب يعني كل الدول توقف مع الشعب الفلسطيني احنا كنعاني من 75 عام واحنا ما ندافعش عن 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 ارض فلسطين بوحديتها احنا ندافع عن المسجد الاقصى اللي هو ديال المسلمين كاملين مش ديال فلسطين هي تعتبر يعني ديال المسلمين مش ديال احنا فلسطين يعني فلسطين بوحدياتنا يعني كنتمنى من الله يعني كل الوضع هذا يتبدل لاحسن من الحال وتتحل المشاكل هذه وكنتمنى يعني كناشد الملك بحال ديما هو يعني سباق في الشهادة وهو رئيس لجنة القدس وهو بالنسبة رئيس مجلس القدس كان ناشد يعني كنتمنى لو يعمل مستشفى ميداني على الحدود رفح يقدروا يطلعوا في الإسعافات للمصابين ويعالجوهم لو ما قدروش يدخلوا بالمستشفى الميداني وأنا أتأكد أن سيدنا يعني يقدر يرسل مستشفى ميداني لقطاع غزة ويدخل لقطاع غزة ونتمنى يكون في متطوعين ويساعدوا ويدخلوا الأدوية ويدخلوا العلاجات لله لأن الأكل مش هو الأهم من كل شيء العلاج والأدوية اللي نقص عندهم نقص حاد في المستشفيات كاملين أنا أول نهار لما بنتي شافتني كان يبكي وكان هذا كتقولي ماما شنو قلت لها ماما دابا احنا جالسين في دارنا يجي واحد يقول لنا يلا خرجوا من الدار هذه تخرجي منها قالت لي لا قلت لها احنا الفلسطينيه كنقاوموا مع الأرض ديالنا يا ماما بغوا خرجوها منا يسرقوها منا واحد بغى يسرق لك لدارك كتعطيها له قالت لي لا قلت له احنا زي هكا ارضنا وبلادنا بدهم يسرقوها منا وحنا بدناش نعطيها لهم نعلم ولادنا التاريخ يعني بدل ما نتكلمهم شنو يعني فلسطين شنو مسجد الاقصى شنو الارض هذه تكلم مش معنى فلسطين مش معنى القدس مش معنى الشعب الفلسطيني قيقاوم على الارض و75 سنه وهو جالس على ارض ويقاوم هجرونا اول مره في 48 والله من هاجر وانا بالنسبه الكوني مواطنه هنا وخا انا معي الجنسيه المغربيه لكن انا عندي انتماء لبلادي فلسطين وخا يكون ما يكون انا حنرجع حيهجروا حنرجع حنكون في حق العوده للاجئين الفلسطينيين والناس اللي هجرتهم في 48 ها هم حيرجعوا لكم فكرون اللي حتقضوا حتبيدوا الشعب الفلسطيني في قطاع غزه بيدوا كاين اجيال على برا حتجيكم من برا حتجيهم هم من برا انا كنتخيل اخواتاتي في اللحظه هذه يكونوا شهداء عائلتي كامله فيهم يكون فيهم شهداء انا جدي احمد الله يرحمه شهيد قتلوا اليهود استشهد يعني انا في من عائلتي بزاف ديال الشهداء حنا كيضربوا الصاروخ الاولاد الصغار الاطفال 5 سنين ما تطلع من فوق وكيجروا فين ضرب الصاروخ كيشوف الطياره فين الطياره كتضرب ما عندهمش الخوف حاجه اسمها خوف ما عندهمش الخوف لكن انا في انا اللي كنحسو انا كنحس ان عشان بعيد عن اهلي الوطن بحس بغصه وبحس بالم كبير كنقول اتمنى اكون معهم حتى اللي يطرى عليهم يطرى عليا مش مشكل المهم كون جنبهم في الوقت هذا لو هما كيشوفوك شنو غتقول لهم
أتمنى يكونوا بيشوفوني، يعني ما أعتقدش هيشوفوا، يعني مع الأوضاع اللي هم فيهم عندهم الضوء والكهرباء، ما أنا مثلاً. أنا كانت أتمنى بيشوفوني، أنا بقولهم الله يحميهم والله يحفظهم، واللي ربنا كاتبه هو اللي حيصير، يعني قدر الله ما شاء فعل، وإحنا الصبر هو الصبر مفتاح الفرج، إن شاء الله ربنا حيفرجها عليهم إن شاء الله إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.